وحول هذا الموضوع أشارت الدكتورة ديانا الجهرمي الأمين العام لمجلس التعليم العالي خلال مداخلة هاتفية في نشرة سابقة، أشارت إلى أن المبادرة تتمحور حول تسجيل 162 نزيلا في برامج البكالوريوس والماجستير في مختلف التخصصات الدراسية لدى مؤسسات التعليم العالي. تتمحور هاي المبادرة على تسجيل 162 نزيل من مراكز الإصلاح والتأهيل في برامج البكالوريوس والماجستير في تخصصات مختلفة، كلها حسب رغبة النزلاء مثل إدارة الأعمال والجغرافيا والتاريخ وغيرها. وجاري حاليا التنسيق مع المعنيين في وزارة الداخلية والشركاء في مؤسسات التعليم العالي في المملكة لاستكمال إجراءات القبول والتسجيل لهؤلاء النزلاء. ستسهم هذه المبادرة في تحقيق رغبة النزلاء في تسهيل استكمال دراستهم في مؤسسات التعليم العالي والحصول على الشهادات الجامعية اللي يرغبون فيها. وطبعا يأتي هذا من منطلق حرص المملكة على توفير فرص التعليم للجميع وفي مختلف المراحل بما فيها المرحلة الجامعية،